نعرف كمان ايه اللي هيتم في هذه المساجد، ايه النماذج اللي تم الانتهاء منها وتم الموافقه عليها. دكتور سمير، اولا مساء الخير يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. مساء النور يا فندم، اهلا وبركاته. قول لنا يا فندم الحكايه من اولها، عمليه ان احنا هنبدا نطور، كان عندكم مقترحات من الاول ولا لا؟ الرسومات اللي انتهيتوا اليها واخر نماذج هيكون عليها حال هذه المساجد والاضرحه اللي امر بها السيد الرئيس امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا اسمنا مؤسسة مودة، موجودين على الأرض بقالنا أكثر من عام ميلادي، وكان يعني شغلنا كله آل البيت، كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ودنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، عترة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالمساجد عامة أمر مهم جدا بيوت الله عز وجل في الأرض، والاهتمام بمساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقوى بالاهتمام بود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما توصل ودك كده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاية مساجد آل البيت، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود حاجة جميلة قوي يا فندم. نعم. فتعالى نقول بقى إحنا مهتمين بإيه. مساجد آل البيت جاءت الحقيقة بقى مبادرة سيادة الرئيس واستراتيجية الدولة في هذا الأمر، حدث جلل، لأن هم أعطوا هذا الأمر الولاية للدولة. الدولة هي اللي بتحافظ على مساجد آل البيت. الدولة هي اللي عايزة توصل الود مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. أنا أعرف إن يعني القيادة السياسية، سيادة رئيس الجمهورية ربنا يبارك في عمره وفي صحته وفي علمه، سيادته الحقيقة محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لآل البيت، فهو بيتحدث سيادته بحب وبود وبقرب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعلنا من أحبابه ونشرب من إيده الشريفة إن شاء الله يوم القيامة شربها لا نظمأ بعدها أبدا. آمين يا رب. إحنا ابتدينا إزاي؟ ابتدينا قلنا في عندنا موديل أو نموذج نعمل كده بايلوت يونت، أو نعمل نموذج محترم يقتدى، وهو ده اللي هنكمل عليه. عندنا في مصر، في جمهورية مصر العربية، حوالي 41 من مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم في القاهرة بس لوحدها حوالي 17. فقلنا هنبتدي بستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولها يعني من الأفضال على مصر وعلى أهل مصر الكثير والكثير من الفتوحات والحب والود والحفاظ على الهوية سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهنبتدي بستنا عائشة، رصدنا له الحقيقة المؤسسة، هتبتدي بستنا عائشة مش بس تطوير زي ما بنقول البنيان، ولكن البنيان والإنسان والبشر قبل الحجر. احنا كمان هنطور المنطقة اللي حواليها من حيث إصلاح شأن من هم موجودين حول المكان، عشان لما نعمل تطوير عمراني أقدر بتكلم اللي قدامنا. دكتور سمير، ده الرسومات المشروع التطوير الحصري اللي حضرتك بعته لنا. مظبوط يا فندم، تطوير حصري للمكان. عملوا الحقيقة مكتب من أكبر المكاتب في جمهورية مصر العربية، مكتب صبور، وهو من أهم أعضاء مجلس الأمناء عندنا. مجلس الأمناء ومؤسسة مودة برئاسة شخصية كبيرة جدا في العلم وفي الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دكتور علي جمعة. نعم. يعني من هم يعني نقول ندين له بالولاء وبالحب في هذا المكان. وكان هو على رأس المؤسسة وهو المؤسس. نعم. وجي معانا الحقيقة مكتب صبور، وهو عضو مجلس الأمناء كان حسين بيه رحمه الله، وحاليا بيمثلوا احمد بيه وعمر بيه ابنائه. نعم. عملوا الحقيقه منظومه. الرسومات اللي قدام حضرتك النهارده شايفها. الشكل العام اللي هيتنفذ. وان شاء الله معانا كمان جهات محترمه جدا ومهمه، طبعا وزاره الاوقاف التي تولي الاهتمام. ومعانا كمان وزاره الاثار، لان ده مسجل اثر. ومسجل اثر هام من ال 100 اثر اللي موجودين في جمهوريه مصر العربيه. عشان كده بنقرب للمكان ولكن بحرص، والتطوير بحرص عشان تحافظ على الأثر كما هو.
كل حجر من احجار هذا المكان اثر. طيب حافظ عليه ترميمه بحرص وبعلم وباداء مختلف عن اشرح لنا كده دكتور سمير بالراحه كده ايه اللي هيتعمل بالظبط؟ يعني احنا شايفين رسومات ولا قاعد تشرح للناس عباره عن ايه؟ تعال نقول من الداخل ومن الخارج. نعم. من الداخل ومن الداخل كل شيء على هيئته عدا اماكن الوضوء، لان هي في مكان صعب جدا موجود تحت الارض وفي يعني صوره يعني غير مرضيه بالمره. نعم. احنا هنرفعها نخليها فوق الارض ويبقى في اماكن مخصصه للرجال واماكن مخصصه للسيدات وفي ممرات بشكل امن وشكل صحي.